محمد ما تقوم تعمل لنا حمص عشان متجوزه قوي. ما بعرفش اعمل حاجه. قوم اعمل انت. ليه؟ ها؟ طب شويه سحلب. وعليا ولا عليكم؟ عليا ولا عليكم يا محمد؟ انا طول النهار عمال اعمل العزومه علشان الضيوف اللي جايين. الحاجات دي على الستات مش على الرجاله. طب ما تقوم يا محمد تعمل لنا اي حاجه، انا مشغوله بالموبايل. ما احنا مش في عصر التكنولوجيا، عصر الحريم دلوقتي، هم اللي بيشتغلوا في كل حاجه. يعني انا هعمل كل حاجه؟ ما يهمش. طب خلاص خلينا نبدا نعمل اكلتنا ونعمل السحلب او نعمل الحمص الشام مع ضيوفنا. ايه رايك نبدا بمشروب الاول؟ مش هعمل لك حاجه، شويه سحلب ولا اي حاجه، هتشرب مع الضيوف. اهلا مرحبا بيكم في بالضيوف. حلقه جديده من برنامجكم عزومه بيتي. yeah. عزومتنا النهارده مختلفه جدا. عزومتنا النهارده من العيار التقيل. ضيوفنا النهارده متميزين جدا في الاعلام. اهلا بيك يا محمد. يا اهلا وسهلا بيك. واهلا بس انت هتساعدني برضو في المطبخ على فكره. تحت الامر. اهلا وسهلا بالضيوف. يلا نبدا. معانا النهارده مشرفنا في البرنامج الاستاذ الكبير الاعلامي الاعلامي الاستاذ حازم. حازم الموت. مقدم برنامج حازم الموت. ومعانا طبعا الاستاذ الكبير الاعلامي اللي مشرفنا الاستاذ طارق عبد الجابر. اهلا بحضرتك، نورنا ومشرفنا النهارده. نورنا ومشرفنا. طبعا احنا يا جماعه كان نفسنا وامنيه حياتنا ان احنا نقف بس او نسلم بس على استاذ طارق، لكن احنا النهارده معروفين يعني. هو مشرفنا بجد بجد، واحنا مبسوطين جدا ان حضرتك جيت لنا في بيتنا. اول ما قال الاستاذ محمد رمضان والاستاذ تامر ان انتوا موجهين لي دعوه ان انا اجي، فرغم يعني انا تعبان شويه انما قلت لا خلاص. فيعني حتى يعني الاستاذ محمد رمضان الحقيقه اللي احنا بنقول له مساء الخير يا استاذ محمد، وشكرا على العزومه الجميله جدا، وطبعا شكرا ليكم انتوا طبعا اصحاب البيت. ربنا يخليك. انا يعني سعيد ان انا بلتقي. ربنا يخليك استاذ. بقالنا حوالي ساعه البرنامج الحلو رمضان بيجمعنا. الاستاذ محمد لا رمضان بيجمعنا. لا كان اول حاجه لا بس اخر حاجه كان رمضان بيجمعنا. من 7 لـ 9. من 7 لـ 9. 7 لـ 9. انتوا منورينا النهارده في عزومه بيتي، وهناكل احلى اكل شتوي يا استاذ طارق. تمام. حمص بقى الشام وكشري والكلام ده. بس ايه رايك؟ هو جميل جدا طبعا. احنا يعني الشعب المصري يعني بيموت في حاجه اسمها كشري. يعني حتى ان احنا ما بنقول ايه في رمضان لما بنقعد الشهر اللي احنا بنتحرب منه نرجع ناكل كشري. يلا طيب سلام عليكم. انا بقى عشان انا الكشري جاي على محشي. يلا يا جماعه هنطلع نشوف فيديو صغير كده ونرجع ناكل الكشري. ورجعنا طبعا بعد ما شفنا عبد الغفور البرعي واحلى مسلسل شفناه بيتكلم عن الكشري عن اكلتنا النهارده. طبعا احنا استاذ طارق حمص يعني ممكن ناخد حمص ناخد حمص الاول نسخن حازم. لا انا عايز حلبس. اسكندراني بقى استاذ حازم. مش اسمها حلبسه برضو. يا حمص يا حلبسة، اديني حاجه من الاثنين. ايه عايز حمص ولا حلبسه؟ خليها حمص والميه حلبسه. انت لا عشان ميكس. انت ما رضيتش تعمل لي كوبايه حمص. انا على باب الله. طب عايزين نعرف بقى حكاياتنا مع حمص الشام بقى والكشري. النهارده عاملين كشري برضو. عايزين بقى نعرف الاول حمص الشام ده كان ملازم الكورنيش. طبعا ده كان حاجه متميزه. احكي لنا يا استاذ طارق كده. لا يعني عاوز اقول ايه، انا اكلت حمص الشام في البيت ومره على الكوبري، يعني كوبري قصر النيل. قصر النيل عند الاسدين. ايوه عند الاسدين. لا غير كده كوبري عباس، ما هو احمد عبد الهيل على كوبري عباس. ماشيه وماشيه الناس والميه في ايديك والمالطه عطشان. لا يعني لا معلش بقى، والحمص يعني هتلاقي الناس قاعده هناك بالعربيات، وبالليل بقى الجو جميل جدا، وقاعدين يعني ايه على النيل وياكلوا حمص وكده وبتاع، ويحط لك ليمون وشطه يعني ده ذكرياتي يعني عن الحمص يعني. لكن ساعات كده بنعمله في البيت يعني. والحمص يعني لا غنى عنه يعني بصراحه، وفي مفيد كمان. والحمص كمان مفيد صحيا كمان يعني، البروتينات كمان بتاعته، والميه بتاعته يعني الميه بتاعته جميله جدا. بس مش عارف يعني السؤال، هم الناس اللي بيبيعوا بره الحمص احلى بكتير ما احنا ما بنعمله في البيت. صح فعلا. اكيد ليهم تكاتهم بقى يا استاذ طارق. بس حمص هيبقى حلو بقى. اكيد ليهم تكات وحركات ليهم.
ما هنشوف. انت حضرتك دوق كنت بتتخانقوا قبل الهوا يعني على الحمص؟ ايوه يا استاذ طارق، طول النهار واقفه عشان اعمل العزومه بتاعت النهارده، وكل مره كده كل مره كده ما يساعدنيش في اي حاجه. احنا بنحبك في الزنقات. طب تعالى بقى خد الصينيه بس. قوم بقى. ايه رايك بقى يا باشا؟ انا ما اقدرش اقول لا. مش لازم يكون في تعاون استاذ طارق في البيت؟ ايوه تعاون اسري. لا والراجل بيغسل مواعين كمان يعني، وبيغسل مواعين وبيعمل كل حاجه دلوقتي. استاذ طارق معاك اهو. انا عم اسالك سؤال يعني. انت كم ساعه تقفي في المطبخ؟ والله هو ما بتخشوش يا استاذ. الست المصريه هنا بس على يعني، احنا عارفين زمان كانت الست المصريه طول النهار تقف في المطبخ، صح؟ دلوقتي بقت الست عامله اكتر. ميرسي يا استاذ محمد. وبقت تعمل اكلات سريعه بسرعه. اتفضل. الدقه دقه هبه. ودي شطه. اتفضل. فدلوقتي النمط يا استاذ طارق بقى سريع جدا. بقت الست ما تقفش في المطبخ كتير بصراحه. طب ليه؟ ما ممكن تكون بقى عامله. اظن انت هتاكلي زينا برضو ولا مالكيش فيه؟ ماشي شكرا. انا اللي غارفه على فكره، انت بتعزمني. الناس بتعمل وبتاكل طبعا. بس فدلوقتي الست بقت قليل جدا ان هي تدخل المطبخ، وبعدين دلوقتي الوجبات السريعه بقت موجوده كتير، والدليفري بقى والحاجات الكتير. قول لنا يا حازم، دي دقه هبه؟ دي دقه هبه. دي دقه ندى. ايوه استاذ حازم، دي دقه. دي اجواءك مع الشتاء واسعه. لا افتحها يا حازم. ترج قبل الاستماع. ايوه ترج قبل الاستماع جيدا. عايزين نعرف اجواء الكشري معاك في الشتاء. انا هحكي لكم ذكرياتي مع الحلبه اللي حصل. الحمص. فين الحلبه؟ مش عارفه الحلبه؟ ايوه عارفه الحلبه. ايوه مشروب شتوي. ايوه مشروب شتوي فعلا. تاني يا استاذ. حلبه. قول لنا بقى، قول لنا. عايزين ذكرياتي مع الحلبه ولا مع الحمص؟ مع الحمص. اللي يعجبك هتصور. كل ذكرياتي مع الحمص. كان ليا صاحبي زمان في المدرسه كان اسمه حمص. يعني ما بصراحه يعني. كان اسمه حمص. انما لكن انت كده ما نزلتش على الكورنيش وخدت بقى. انا بتاع كورنيش؟ انت عايزني اقول كده على الهواء ما دام تعرف ان معلش انا كنت بروح على الكورنيش عند الاسدين؟ لا طبعا. يعني انت عاوزه تقولي ان عمل زي مريم فخر الدين وعبد الحليم حافظ؟ ولا مريم ولا شعر الحرير على الخدود. انا كنت فخر الدين نفسه، انما انا ما عملتش الحاجات دي خالص. ماشي حط. تحب كله يعني؟ بس خلاص. انا خلصت. هو السؤال اللي بيسال النهارده، ليه اخترت انت الحمص وليه اخترت الكشري يعني؟ طب ليه ما اخترتيش مثلا نقول سلطات وبتاع؟ ليه اخترت يعني؟ لازم غلط. الجو ساقع بقى يا استاذ طارق. طب نقول ليه عملنا النهارده حمص وكشري. نطلع ونشوف فاصل ونرجع تاني. وبعد ما رجعنا لكم برنامج عزومه بيتي وشفنا الاغنيه وشفنا اغنيه محمد منير، وبنرحب بضيوفنا. سمعناها مش سمعناها؟ سمعناه. الاستاذ طارق والاستاذ حازم الملط. نشوف الاستاذ حازم. انا وسهلا بيك. نسال الاستاذ حازم بقى بجد بجد، منورنا ببيتنا. ايه احلى اكلات الشتاء عندك؟ صغير. هو انا بس يعني قبل ما اقول احلى اكلات الشتاء عندي، عايز اقول رايي في ال. اتفضل. لا يا حازم. بكل صراحه. بكل صراحه. بمنتهى الامانه. واحنا نروح. بمنتهى الامانه. بمنتهى. جميل جدا. ما احنا برنامج عزومه بيتي بقى. لا جميل جميل. يعني انا بستغرب. لا ده انا مش عارف. نسمع راي الاستاذ طارق الاول بصراحه يعني. جميل. عشان نتكلم فيه. جميل. الكادر معلش معايا. ده عصير فراوله سخن. والله. مين يقول ده حمص الشام يا جماعه؟ دلوقتي يا حازم الستات البيوت دلوقتي ما بيعرفوش يشتغلوا. عايز اقول لك يا باشا ان انت وقعت واقف. ربنا يوفقك بصراحه. بالنسبه بقى للشتاء، انا غير اللي انتوا بتتكلموا فيه خالص. انا راجل بضرب شوربه عدس مع بصل وليمون. يعني انت قصدك تقول ايه؟ انا بحس ببرد. انا مالطش. لا 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 يعني انت قصدك تقول ايه؟ العدس الليله اللي بعيده يا رب تبارك وتبارك وتزيده، يا رب تبارك يا رب يندلق العدس وينكف، يا رب تبارك وتزيده. كب معانا استاذ محمد رمضان المنتج الفني لوكاله جو ميديا. يا مساء الفل. مساء الفل على حضرتك.
متجمعين دايما يا رب دايما. وجودك يا استاذ محمد، مساء الفل الاول عليك يا صبري، ومساء الفل هبه، مساء الفل الملطة حبيبي، وسلام خاص استاذي اللي بتعلم منه دايما، الحاجه كبيره عندي جدا جدا استاذ طارق. شكرا يا محمد، دايما بتعلم منه كتير وبستفيد منه كتير وبستشيره كتير حبيبي، وصاحب فضل كبير عليا. لا 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 ما تقولش كده يا محمد، ولا يعني ما يعني اللي ما اعترفش بكده يبقى جاهل يعني. لا اولا ثانيا بس انا ملحوظه بس طارق، ارجع لك ثواني بس انا عايز اروح لطارق في كم ملحوظه، في حازم كده في كم ملحوظه. نعم. اولا مبروك القميص الجديد والله العظيم، اقسم بالله. ما هو جاي مع الجو يا استاذ محمد النهارده، فلازم نلبس لنا حاجه جديده يا باشا. ده الالوان دي، الالوان دي يا حازم، الالوان دي ما شفناش قبل كده، جميله. كل حاله ما اجيب قميص جديد لازم يبارك لي فيه على الهوا. لا ما شاء الله، دي ملحوظه. الملحوظه الثانيه، ملاحظ في برامجك يا استاذ حازم ما شاء الله، يعني ما بتخلاش من الاكل. الايه؟ ما بتخلاش من الاكل. اه طبعا، يعني انت دايما بتبقى موجود في برامج كلها اكل. مره عربيه كبده، بس يا باشا مره في رمضان يجمعنا، حتى في برنامج عزومه بيتي جاي حمص الشام وحاجات ودنيا وليله ومواضيع. ماشي يا استاذ محمد. الملحوظه الثالثه بس يا حاج، اتفضل يا فندم اتفضل. ال الختم المصري الكرش راح فين؟ اهو اهو. والطربوش يا استاذ محمد برضو، الطربوش انا عارف فين الطربوش. طيب يا استاذ محمد، يعني بمناسبه الطربوش، انا من هنا من موقع هذا من برنامج عزومه بيتي بطالب اداره القناه واداره ومجلس اداره وكاله جو ميديا الاستاذ محمد رمضان فتح تحقيق عاجل والله العظيم، على والله العظيم لازم الطربوش عن سبب اختفاء طربوش ومنشط المالطه يا فندم. لا لا لا، الطربوش والمنشط في ايد امينه، وما تقلقش خالص. لا امينه ما خدتهمش، امينه ما خدتهمش يا استاذ محمد، موجودين في الامانات طبعا. المهم متجمعين دايما استاذ طارق اللي وحشني كتير. شكرا يا استاذ، كان نفسي حضرتك تكون معانا النهارده، يا كنت اتمنى والله اكون موجود بالعزومه الجميله دي، بالحاجات الجميله. طبعا موضوع جميل جدا العزومه بيتي. اكتر حاجه مفرحاني وجود استاذ طارق حبيب قلبي يا محمد، ما شفناهوش. استاذ طارق طبعا برنامج صحبه وانا معهم ان شاء الله باذن الله، يعني هيبقى يا الخميس يا الجمعه، هنرتب النهارده كده ان شاء الله باذن الله، هنطلع بحلقه خميس او جمعه، بس النسبه كبيره هتكون الجمعه ان شاء الله باذن الله. استاذ طارق يعني ليه مكانه كبيره في جو ميديا ومحمد رمضان، حبيب قلبي، ليه فضل خاص على محمد رمضان. لا يا عم كتر خيرك يا محمد، انت اللي ده الفضل دي. اخش انا معاكم في اي حاجه في موضوع الحلقه، يعني الموضوع جميل جدا خصوصا في الجو اللي احنا شايفينه ده، مش عارف درجه الحراره. طب خليني اسالك خليني اسالك يا محمد، اخر مره اخر مره اكلت كشري واول واخر مره شربت حمص الشام؟ انا اعتقد لو انت كنت معانا النهارده كنت هيكون اخر يوم دي كانت مصادقه يا استاذ محمد فعلا. حمص الشام هتحرم يا استاذ محمد. اقول الحقيقه، اقول الحقيقه ولا اقول اي كلام؟ لا انا عايز الحقيقه والله العظيم. امبارح صح صح كده. وبص صبري كان بيشرب معاه حمص الشام امبارح، انا وانت بنشرب حمص الشام وخلينا نصلح مسامحك كده، الكشري كنت باكله امبارح خلينا يشربه يا استاذ محمد. لا بس كنا عايزينك يا استاذ محمد تجرب حمص الشام بتاع النهارده اللي موجود في عزومه بيتي، اديني فرصه. هو حازم مش هيخلي حاجه يا استاذ محمد. لا حازم حسبي الله ونعم الوكيل. لا انا عايزك تبص على حربك يا استاذ محمد. وبعدين اقول لك على حاجه، البدايه حمص والنهايه كشري. لا خلي بالك ده في سحلب وصيتك العيال. ما هو السحلب هيبقى في الفاصل يا استاذ محمد، هيبقى فاصل ما بين الاثنين. سحلب والله، في سحلب يا حازم، اوعى تمشي، اوعى يضحكوا عليك ويغفلوك. ده هيبقى الحلو. الله يسامحك يا فاخري. المهم كل سنه وانتم طيبين. سنه سعيده برضه. وان شاء الله باذن الله كده دايما حلقات جميله مميزه، ودايما منورنا استاذ طارق على الشاشه حبيب قلبي يا حازم. ومش عايز احرق حازم، هنبدا مع بعض. ايه عايز يحرق هو يحرق، لكن قريب هنكون حازم في حاجه جديده كده كنا اتكلمنا فيها من فتره، راجعين بيها ان شاء الله باذن الله. طب هنقول حاجه حصري يا استاذ محمد. حاجه حصري، برنامج بنات حواء من الخميس الساعه 5 مش الساعه 4. لا طب والحازم مفيش حاجه حازم؟ صد رد. صد رد؟ صد رد اه. برنامج جديد صد رد؟ اه صد رد. هيكون امتى؟ امتى هن يعني ارجع بس كده وهنقعد نحط الموعد النهائي. تمام. استاذ حازم صحبه وانا معهم، اتمنى يبقى اكتر من يوم في الشهر، بس هو مش راضي ان شاء الله. شكرا جدا. الله يخليك يا استاذ محمد. شكرا جدا لحضرتك. الله يخليك. مساء الفل عليك، ومساء الفل عليك يا حازم، مساء الفل عليك يا صبري، مساء الفل على حضرتك دايما، ومزيد من النجاح دايما، واسيبكم مع حمص الشام ومع الكشري ومع الحلقه الجميله دي. الله يخليك. شكرا جدا لك. احلى اكلات الشتاء عندك بقى؟ احنا ما انا قلت غير العدس، احنا اسمنا المحشي يا باشا.
المحشي. محشي يا باشا، انا اصلا كنت جاي على محشي. انا كنت سامع ان انت كنت جايب كرومبا وانت جاي. انا مش عارفه انت قلت لي انا هاجي لك يا هبه واجيب لك كرومبايه معايا. بتاع الخضار جبت الكرومبا وانا جاي، بس المدام طمعت فيها في البيت الصراحه. احنا لا كده ما ينفعش بقى لا خلاص هي بألف هنا بألف هنا رايح بيت تاني. وممكن ترمي عليك اليمين ممكن يرجع. لا ترمي عليا حاجه تانيه. طيب استاذ طارق، احنا بس عايزين نعرف من حضرتك، اكيد طبعا حضرتك موسوعه، فقصه الكشري طيب يعني نشأت ازاي؟ انا عاوز اقول لك على حاجه يعني قبل ما خليني ان انا في البدايه ان انا صديق يعني شخصي ليا وبعتز بيه، هو بيحتفل بعيد ميلاده النهارده، هو كابتن حسن محمد، هو مدرب ولاعب العاب قوه. وانا بقول له يعني احنا قصه البرنامج بتقدم لك تورته الكشري حمص الشام، فبنقول لك كل سنه وانت طيب وحسن، وان شاء الله ان هو يكون معانا بعد شويه ايه على الهواء نقدر ان احنا ايه نكلمه. طيب ونعرف ممكن بس يا جماعه تجيبوا لنا الكابتن على الهواء عشان اقول له كل سنه وهو طيب. طيب هو الحقيقه الكشري ده البعض بيقول ان هو دي اكله مصريه، لا هي اصلا اللي دخلوها في مصر هم الهنود. ليه امتى بقى؟ كان الاستعمار البريطاني لما جه مصر فكان بيحب يجيب جنوده، الجنود بتوعه معاه، كان من ضمن الجنود بتوعه كانوا ايه، لان هو كان محتل الهند، فكان الهنود كانوا اصلا ايه مجندين، يعني مجندين الهنود ايه فيها. فلما كانوا بينزلوا فكانت المعسكرات كان لسه ما فيش حاجه اسمها وكاله البلح، لسه كانت يا دوبك ايه في فكان إيه لسه ما طلعش البلح. فالمهم فالمهم في هذه اللحظه الهنود كانوا بيحبوا ياكلوا، كانوا فكانوا بيطبخوا لنفسهم، فكانوا بيحطوا العدس على الرز على المكرونه وكده. ده طبعا كان اسهل حاجه بالنسبه لهم، بروتين عشان التغذيه. وكانوا بيحطوا بقى شطه لان الهنود بيحبوا الشطه، يعني الكاري والكلام ده. على فكره مالت راح الهند وكان هناك وعمل هو اللي هو مثل فيلم الفيل صديق والوالدين ومسح الاحذيه والكلام ده. في يعني بس في معلومه واقعه من حضرتك بس سامحني استاذنا برضو، بس انا لازم يعني ما تعديش عليا التاتش بتاعك. في واحد هندي من ضمن الهنود اللي كانوا في الجيش بتاع الاحتلال دوت اسمه كشري المالط. كشري المالط هو اللي اخترع الاكل. وبعد كده سموها اتحرفت بقى بالمصري، لا ده كشري بقت كشري. كشري لا كشري وبعدين بقت كشري. لازم كل حاجه مالط تبقى فيها. احنا بقى حطينا التاتش بتاعنا بقى، فالمصريين حبوا الاكله دي لما بدوا الهنود فيه، فخدها واحد مصري عملها بعد كده وبقت ايه اصبحت اسمها ايه الكشري، يعني كشري. هو برضه المصري ده من بيت المالط. لكن الكشري يعني شوف اقول لحضرتك حاجه، قول الصلاه. احنا في رمضان ما بناكلش كشري، ليه؟ لان طول السنه بناكل كشري، يعني حتى واللي بتستغرب لي كمان ان الكشري بيتعمل كمان سندوتشات، يعني في سندوتشات كشري كشري بقى بس اقول لك على حاجه، احلى حاجه تاكل الكشري كلها على العربيه، يعني العربيه يعني زي عبد الغفور البره. ايوه هي كانت فاطمه هي اللي كانت بتعمل ايه مشهوره العربيات دي. بس هنا اللي يعني اكل الكشري يعني مثلا كان عندنا مش عاوزين نقول اسماء محلات عشان ايه ما نعملش اعلانات ليهم، فايه يعني مثلا احد الاشخاص اللي هو اسمه على اسمي ابو يحيى فعمل ايه كان بيعمل كشري وهو على العربيه كان ممتاز. بس يعني عارفه لكن الكشري ما يتاكلش غير بره البيت، بس جوه البيت مع ان هو صحي ما اعرفش ليه ان الكشري طبعاً. البيتي ما بيكونش ليه طعم زي الكشري ايه اللي بره ايه البيت. أيوة بس انا هقول لك على حاجه كمان غريبه جدا، التقليه. التقليه دلوقتي بيعملوها في اكياس دلوقتي ويحطوها في اكياس ومش عارف وزودوا كمان يا استاذ طارق برضو عيش بالذات برضو العيش اللي هو المحمص العيش المحمص بس في البيت نفس الست دايما بيبقى احسن من الشارع. هو الكشري لا صحي، الكشري لا هي محمص الشام لا مش اللي احنا اثبتناه النهارده. طب استاذ طارق معانا الكابتن على التليفون، قول الو. الو حسن يا حبيب قلبي، ازاي كل سنه وانت طيب؟ اسره البرنامج بتقول لك كل سنه وانت طيب. انا معزوم طبعا وهم هيدونا تورته كشري يعني ان شاء الله طبق كشري. طيب كابتن حسن خليني اسالك، ويمكن كنا بنتكلم انا ومها وزميلي محمد والمالطه فندي، هو مش مالط ولا لابس يعني عشان ما حدش يفتكر ان هو مالط. جاي لنا النهارده لابس. كابتن حسن، كابتن حسن اتفضل. يا كابتن كل سنه وانت طيب الاول.
كل سنه طيب يا حسن. وانت طيب يا كابتن طارق، وانت طيب حبيبي. هو الاستاذ محمد عاوز يسالك سؤال. استاذ محمد صبري اتفضل. عايزين نعرف بس ايه اكلات الباور اللي عندك اللي تفيد اللعيب؟ والله بالنسبه للباور ليفتنج او للقوة عموما، لا بالنسبه للاكلات، انا بتكلم على اكلات الشتاء. اكلات الشتاء او طبعا الكشري دي حاجه لا استغنى عنها طبعا، يعني دي حاجه بالنسبه لي انا هي اكله شعبيه مشهوره جدا تمام، وانا بحب، انا من الناس اللي بعشق الكشري لانه يعني اكله من الاكلات اللي مليانه بروتين، رز مكرونه، ودي حاجه من الحاجات اللي بتمد الجسم بالطاقه تمام. البصل بيزود ضربات القلب، يعني حاجه من الحاجات الكويسه جدا بالنسبه لنا. باقي الاكل بقى اللي هو الاكل الروتيني العادي، الاكل بس انا هو السؤال السؤال سؤال مطروح كابتن حسن، يعني هل اللعيب مثلا اللي بيلعب مثلا العاب قوه وكده ياكل كشري على طول ولا لا؟ لا لا طبعا لا لا لا, لا انا يعني احنا عندنا في القوه بالنسبه لي انا بعمل سايكلز لنفسي من 5 ل6 وجبات في اليوم، فعادي ممكن ادخل وجبه الكشري مرة أو مرتين في الأسبوع، 3 مرات، لكن مش كل يوم عشان حتى الجسم أنا ما يملش من الأكل، لازم بتغير بأكل بروتيني أكتر يعني. يعني السعرات الحرارية اللي في الكشري دي ممكن تكون خطر على اللعيب اللي بيعمل دايت أو بيلعب يعني مثلا؟ يعني لو في حد بيعمل نظام دايت يعني ممكن مرة واحدة في الأسبوع الكشري بالنسبة له تمام؟ عشان السعرات الحرارية العالية اللي فيه، لكن بالنسبة للعيب مثلا عايز يعمل بلقى وعايز يعمل قوة عضلية ضخمة، بالنسبة له الكشري مفيش مشكلة يعني لو 3-4 مرات في الأسبوع. طب أنت بتاكل الكشري في محل ولا على العربية؟ تعالى في محل أو على العربية؟ لا على العربية زي ما حضرتك كنت جايب في الأول كده. طيب على كل يعني أنا بحب الكشري الشعبي أوي يعني هو على العربية بيكون أطعم وأحسن يعني. يا كابتن حسن لحظة واحدة أحط التاتش بتاعي بعد إذنك. اتفضل يا فندم. حضرتك انا بس اديك معلومه مهمه برضو، انت استاذنا وزي الفل، بس انت نسيت حاجه مهمه حبيبي. اتفضل. في اكله بتقال عليها طعام الابطال تمام، واكله شتويه جدا اسمها السبانخ. السبانخ طبعا يا باشا دي اكله من الاكلات الغنيه بالحديد يعني لا استغنى عنها. السبانخ دي اكله شتويه كلها حديد طبعا، بتقال عليها طعام الابطال. بس احنا ما عندنا مش شتويه، صيف شتاء تمام. احنا المصريين بيضربوا اي حاجه في اي وقت، احنا اي وقت يعني. طيب احنا بقى انا وحازم هنغني لك قبل ما نقول لك عشان باي باي، نقوله هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو حسن، هابي بيرثدي تو يو. شكرا جدا لحضرتك حسن، وكل سنه وانت طيب، ونورتنا في عزومه بيتي. ترجع تاني للكشري. الكشري، بصي عاوز اقول لك على حاجه، الكشري ده اكله مفضله للشعب المصري خلاص، والمصري لما بيكون بره بيموت يعني، ايه ممكن يقول لك ايه جيبي لي حاجه ايه يعني طعميه موجوده بره اللي في، انما الكشري يعني ايه ويحب ايه يعني الكشري بقى الكشري. بس انا حبيت الكشري على العربيه بصراحه يعني، انما عشان اخش في محل واكله يعني، انا مره في البيت عملوا لي كشري ما حسيتش بطعمه، انما رغم بقى المعمول بنظافه يعني معمول بحاجه تمام التمام. لكن عاوز اسالك سؤال واسالكم يعني، انت ليه اخترتي مسلسل انا اعيش بجلباب ابي لقطه الكشري يعني ليه؟ يعني مثلا ليه؟ هل انت كنت متابعه مثلا السينما او كنت حابه ان انت تذكري الناس بالكشري عن طريق عبد الغفور البرعي وفاطمه مراته؟ طبعا المسلسل ده يعني عمل صدى كبير قوي في الناس واثر في الناس يعني، القصه نفسها والقصه نفسها يعني كانت جميله. من لا هو اول من فنان نور الشريف، اول ما اتكلم عن كشري تفتكر سيد كشري، تفتكر ابو عمر. لا بس برضو كان عاوزين نقول برضو الفنان مخلص الجحيري. لا عاوزين نقول برضو ان الفنان محمد عوض ومع الفنانه صفاء بالسعود في مسلسل مش متذكر اسمه، المسلسل ده كان مسلسل كان متعرض في رمضان كمان، وكان هو عن الكشري يعني، كان بيتكلم كان اغلبه كان عن الكشري. لكن احنا واحنا في بره قبل ما نخش الهوا كنا بنتكلم، هل سينما
المصريه اظهرت كشري او كده، لا يمكن هو المسلسل الوحيد اللي هو المسلسلين، المسلسل بتاع محمد عبد العوض والمسلسل بتاع ممكن يكون عبد الغفور البرعي كان في وقتنا احنا مثلا يعني واحنا اللي كبرنا يا حازم وبقينا سيف وبقينا عجوه عجزنا وبقينا لا لا طبعا يعني ممكن في سؤال بقى، الاضافات اللي بتتحط على الكشري، الكشري نفسه اللي زي الكبده السجق والحاجات دي هل بتدي طعم برضه للكشري؟ لا 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 انا 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 ضد ده يعني انا ضد انا ضد ان انت مثلا تقول ان مثلا تقول ايه لا 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 انا انا ضد ده. الكشري ما يتحطش عليه غير عدس والتقليه والحمص اذا 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 انت حبيت والحاجات دي كلها، انما غير كده لا لا لا, لا. انما تقولي بقى الكبده والسجق والكلام ده ما لهوش طعم، لا لا انا الواحد بيخش محلات يلاقي صف مكتوب بيتو هو متعود على الكشري اللي هو انا كنت عايز اسالك السؤال برضه سؤال فني بعد اتفضل يا استاذ حازم اتفضل. هو ليه دايما السينما ابرزت الكشري في بائعه الكشري؟ يعني بقى الكشري دي ما شفتهاش، يعني مثلا فيلم زي محمد عوض لا لا اللي هو بتاع عادل امام، عادل امام سوسن بدر كان هو برضه لا لا ما هو سوسن بدر كانت فيه بس ما كانش ده هو كان بص سلام يا صاحبي لا 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 سلام يا صاحبي هو بس عشان عاوز اقول لك حاجه، هو كان اللقاء كان ايه تم بيه بس ما توسعوش فيه، هي كان ما توسعوش فيه يعني هي كانت ايه كان ممكن يحطها بتبيع ترمس، ممكن كان يحطها بتبيع طعميه، ممكن تبقى مع سجق وكده والكلام ده، بفكر الناس بلقطه بلقطه محدده ان هي او اللقاء اللي جمعها لما هو رفعت وعملت حاجبها كده وهو عامل حاجبه كده كان فريد شوقي، فكروني في فريد شوقي لما كان يعمل حاجبه. لا بس يا استاذ طارق هو حازم بيتكلم ان هو ليه كسدوا ان امراه هي اللي وقفت بيع كشري وهي فين بائعة الكشري الوقت؟ لا هي مفيش بائعة كشري دلوقتي، كان في كان في زمان لا هو يمكن الحبكة الدرامية او النفس هي جابت تتاي عشان النفس يعني هو النفس هو اللي جابه صحيح النفس ايوه طبعا كل ست ليها نفس طيب نفس بتاع البابور طب قول لنا كده من الاكلات بقى اللي هي اللي احنا قلنا العدس يعني انا لو انت مثلا سالتي استاذ محمد سال زميلي حازم قال له انت بتحب تاكل ايه يعني ايه اللي انت في الشتاء وكده وبتاع الشتاء هو عدس يعني العدس نوعين من العدس، في عدس بجبه وفي عدس اصبر العدس الجبه بجبه ده برضو بتعمل شوربه زي الشوربه والكلام ده وبتاع لكن احنا بنحب العدس الاصفر، العدس الاصفر اللي انت زي الشوربه ومعاه البصل الاخضر خلاص هو ده بقى ايه البروتين يعني في اليومين اللي فاتت اللي في الساعه دي وكده فاتوا يعني ايه يا استاذ طارق بس في ناس اصفر مثلا ما بتحبش العدس ايه في ناس ما بتحبش العدس زي حالاتي كده لا 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 ويقضوها سبانخ واي حاجه ثانيه سبانخ اما ممكن بس حديد في على فكره يعني شوف يعني الموسيقار محمد عبد الوهاب بالمناسبه يعني هو ايه اللي هذا ايه الاغنيه كان اسمها القمح الليله الليله اللي بعيده لكن الفنان انور وجدي وعبقريه الفنان الله يرحمه انور وجدي ان هو ايه لما هي كانوا بيعملوا فيلم اربع بنات وضابط فهم عاوزين يحطوا بقى هم في مدرسه وبتاع فايه ومدرسه داخليه واصلاحيه فالاكل فكانوا بيجيبوا لهم كل مره عدس 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 فايه فالاغنيه دي كان في حاجة كده جميلة جدا لازم نقولها وفكر المشاهد بيها اللي بتفق في أول واحدة ما بدأت الأغنية ولما بدأوا فيه وداد حمدي يعني إيه اللي هتس الليلة اللي كان الموسيقار محمد عبد الوهاب معترض جدا ان وداد حمدي ان هي تغني الفي وبتاع وازاي ومش ازاي حتى تخانق مع انور وجدي وكده وبتاع لان كان فاكر اللي هتغني هتبدا ايه نعيم عاكف وان هتكون القرص هي ايه من الكورال اللي هي ايه وداد حمدي لكن لما انور كان فكره ان يبدا بايه بوداد يعني وكده وبتاع ولكن الموسيقار محمد عبد الوهاب حط البتاع ده وقال لي اسمه ده واحد من الملحنين قال له ايه يبقى انت ايه كمل وبتاع والكلام ده كل ده بعد ما سمع الموسيقار محمد عبد الوهاب وداد حمدي اتصل بيها وقال لها انا على استعداد الحلك اغنيه بحالها وتطلعي ايه
دي غنيها لان صوت وداد حمدي وهي في فيه كان صوت رائع كان جميل جدا والحقيقه الاغنيه عايشه معانا العدس الليله الليله اللي بعيده يا رب تبارك وتبارك وتزيده يندلق العدس وينكب يا رب فعلا بجد والله النهارده بجد فعلا حلقتنا حلوه قوي. طب قول لنا بقى يا حازم كده انت من الناس اللي هم الشتويين ولا الصيفيين؟ مالت يبقى شتوي ازاي؟ يعني بالله عليك يعني ممكن تكون بتحب حاجه في الشتاء كده مدارية يعني لا يعني انت مثلا بتحب الشتاء ولا بتحب الصيف اكتر؟ لا انا كائن صيفي كائن صيفي طبعا طب ايه رايك في عزومات الشتاء والكلام ده؟ انا زي ما قلت لك كده بس في حاجه برضو عايزه من الحاجات اللي احنا كنا بنحب ناكلها في الشتاء قوي بس عارف منتشر ولا كنافه باللبن مش عارف انتوا عارفين حد يقرا طبعا طبعا كنافة باللبن بس بس انا ضد حازم يعني ضده في ايه بقى لا الشتاء جميل ما احلاه الشتاء الشتاء جميل جدا 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 سيب بقى عشان حازم بيلبس مايوهات وبيندل مش البكينة ما بقولش ما بقولش سيب بقى بلبسها فعلا ما بقولش البكينة لا لكن الشتاء جميل جدا عارفه لما انت بتسوقي عربيتك والمطره نادله كده على العربيه عارفه اسكندريه بقى وجمال اسكندريه وبحر اسكندريه وعلى فكره استاذ محمد رمضان بيحب اسكندريه على فكره وتلاقيه دايما ضايق دايما لا تلاقيه في الشمال ما بيحبش اسكندريه لا لا هو بيحب اسكندريه جدا بيحب اسكندريه عشان اسكندراني ايه انت ما بتحبش اسكندريه انا بموت فيها انا اسكندراني لكن انا عاوز اقول لك على حاجه ان الشتاء جميل جدا بمناسبه حازم بيقول الكنافه البسبوسه برضو وعلى فكره على اذنكم طب ان نغرب بقى الكشري ونشوف هو زي الحمص هو كمان ولا لا وعلى فكره الفنان محمد عبد الوهاب لحن لشادية اغنيه بسبوسه 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 انت يا نوسه يا نوسه زي البسبوسه والله حلويتي وغيرتي وبقيتي عروسه بسبوسه بسبوسه يعني استاذ طارق ومشارب الشتاء بقى اللي احنا ما شربناهاش اللي احنا ما شربناهاش اللي احنا ما شربناهاش يعني الاستاذ محمد رمضان قال هتشرب شابو سحلب فين يا استاذ محمد يا رمضان اين السحلب اين السحلب دلوقتي حالا السحلب بالفواكه وسحلب عادي هو السحلب جميل جدا يعني بصراحه انا بس عشان ما نروحش في حته بعيده اكمل لك برضه لسه من ضمن الاكلات الشتويه اللي انا بحبها البليله البليله ما هي برضو ما جايه من القمح القمح الليله الليله اللي بعيده طب انا اقول لك حاجه مش هتعرف تقول عليها الليله خالص قول يا باشا نسيتها لا لا الكنافه والبليله والله لا لا يا ام علي يا ام علي يا ام علي انا اقول لك حاجه مش هتعرف تجيب عليها اغنيه خالص الكنافه والبليله وال الكاكاو مشروب الكاكاو يا لهوي ده اتقال عليه اتغنى عليه يا اسمر يا حلو يا هو اسمر يا كاكاو لا انا اقول قول بقى يا كاكاو لا بص عاوز اقول لك على حاجه يعني حازم لما كان بيتكلم بيقول عن الشتاء وان السبانخ ربيكا كان في كان فيلم الافوكاتو كان اسمه حسن سبانخ المحامي ولان يعني كان بيحب السبانخ صحيح يعني كان بتاع عادل امام قال كان بتاع عادل امام الشتاء ده هقول لك على حاجه الشتاء بياكل طبعا صح. الشتاء بياكل يعني انت تلاقيك اللي انت ممكن ايه البرد. تاكل يعني واخد بالك ما هو في مثل زمان بيقول لك حصرت البيت حصرت الشتاء واسعه يعني وبعدين بقى وبعدين بيلم يعني الشتاء هو اللي جمعنا جمعنا في عزومه بيتي هو كامش في البيت والناس تتعب الناس قاعدين بقى وقاعدين على السرير واللب ومن ده ويقول لك تعالوا ندف بعضينا ونقعد مع اللب والسوداني ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده بالحاجات دي كلها يعني في واحد بيرن طيب انا عايز بقول لك بقى حاجه مهمه جدا اتفضل بقى يا استاذ يعني برضو حاجه من ضمن هبه من ضمن الاكلات الحلوه قوي قوي في البرد الفول النابت استاذ طارق الفول النابت لا استاذ طارق زحمه يا دنيا زحمه الوقت الفول النابت استاذ طارق ايه صلصه صلصه شويه صلصه الفول النابت يا استاذ طارق عارفه طبعا الفول النابت طيب بتحبوه على العربيه برضو من البياع في لا الفول النابت من الحاجات اللي انت ده كله شايفها ده صح اللي هي الحاجات القديمه التراث القديم مش شرط فلاحين لا لا انا قصدي الفلاحين اللي هم التراث القديم بتوع زمان الفول النابت السيده زينب الفول النابت فلاحين الفول النابت بتاع الفلاحين ده بيبيع هو بيقال لا بيبيعش في القاهره لا بيباع في القاهره هو بيقول لا 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 بيباع لا هو اصلا بيجوا بالفلاحيه الفلاحين بيجوا بيبيعوه وبعدين بيتباع ايه ويتحط في تشت
ويتحط فيه ميه ويتحط فيه وبتغطيه بالايه بحاجه زي الشيش. يا استاذ اللي قاعدين بيتعبوه في اذانات كبيره وقدر لا قدر لا يا بيه لا اذانات اذان اذان حله كبيره حله كبيره كده والليمون والبصل لا ده لا انت قصدك على السيده زينب قول السيده زينب اللي انت بتقول عليها في المولد ايوه اللي هو المولد بتاع المواد كل النبي ده في المولد اللي هو بتشرب ميته ده ملوش حل زي ما انت شربت الميه بتاعت الفراوله قصدي شربت قول له استاذ محمد رمضان يتصل على فكره ده عصير فراوله بس بالحمص هي فراوله محمصه والله استاذ محمد بقى انت عمال تسالنا اسمح لي اسالك اتفضل يا باشا واستجوبك وافهم منك يعني اتفضل يا استاذ حازم بما انك من اهالي كفر الشيخ اشهر الاطعمه عندكم في كفر الشيخ ايه؟ الفسيخ الفسيخ وده شتوي ولا صيفي شتوي بيشتغل في كل حاجه بس عبدالله. احنا يعني معظمنا في الصيف يعني انا دلوقتي لما اروح كفر الشيخ فبروح كفر الشيخ اكل فسيخ هو اشهر حاجه عندنا الفسيخ يعني لما نجي لك البلد هتعمل معانا ايه فسيخ يا باشا اعمل لك فسيخ ومعمر معمر رز المعمر رز المعمر احنا عندنا رز المعمر كشري السخن ما بنعملوش دي فيه زي ما الناس كده بتعمله هنا كشري السخن احنا بنعمله ازاي بقى تحب تعرف ايه ده المعمر 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 بيتعمل ساده تجيب اللبن الرايب لوحده القشطه لوحدها البيض المسلوق لوحده البطاطس لوحده وعيش بقى هو ده كده اسمه معمر 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 ما اكلش معمر قبل كده يعني معمر انت قلت رز المعمر رز طيب انت قلت بيض ما هو بيتحط معاه الحاجات دي ماشي اما عشان تعمله تفيز ده قول لي بقى ايه رايك في ال بلاش رايي انا بلاش شكله رأيه. وهم مش كده شكله يا خرابي يا جنن وانتوا عندكم ايه احلى اكلات ده في المنطقه بتاعتكم وتستري اللي يقول قوي بص شوف اقول لك الحاجه مفيش حاجه اسمها احلى ومش احلى افضل اشهر او اشهر حاجه نعمه ربنا كلها حلوه ونعمه بالله خلاص دي حاجه لكن انا يعني اشهر احنا مثلا عندنا في اسوان بني امريكا يعني وكان عندكم عيش باين اسمه ايه في الشمس شمسي الشمس لكن احنا باشا عشان عايشين في القاهره على طول يعني كده فخدنا ايه طبعا اكل طريق القاهره القاهري يعني انا في الشتاء لما تيجي تقول لي انت بتحب ايه تاكل ايه في الشتاء انا قلت لك عدس اضافه الى العدس إيه الشربات كل انواع الشربات يعني شوربه لسان عصفور شوربه بصل كوارع ستار شوربه ايوه شوربه كوارع انا ما بحبهاش في الشتاء الكوارع ما بحبهاش في الشتاء يعني دي وبعدين مش اللي انت ايه يعني سخنه برضه وستار وبالليمون والبتاع لا انا عارفك انت نيتك وحشه عشان انا عارف ان عارفك انت بتحب الكوارع بموت فيها لا بتموت فيها اي حاجه عندك ايه مالطا هنعمل لك كوارع خلاص العزومة الجاية مالطا هنعمل لك كوارع خلاص استاذ طارق انتوا شرفتونا النهارده ونورتونا بجد بجد كانت حلقة متميزة جدا مع الاعلامي الكبير طارق عبد الجابر شكرا جدا والاستاذ حازم المالط ربنا يخليك بجد شرفتونا النهارده في بيتنا وبجد يعني اكل على مقاسهم الله يخليك ومرة تانية ان انا بشكركم جدا وبشكر استاذ محمد رمضان وبشكر استاذة مها والاستاذ محمد وحازم استاذة هبة عفوا وبشكر فيه وبشكركم كلكم فيه وبشكر حسن مرة تانية بقول له كل سنة وانت طيب يا حسن واشكر المالط ونقول القمح الليله العدس الليله انت مش هنقول حاجة العزومه بيتي بقى الكشري الليله مش هنقول حاجة العزومه بيتي كلمه كده العزومه بيتي عزومه بيتي الحقيقه برنامج رائع وانا من الناس اللي بتابع البرنامج ده بس انا عاوز اقول حاجه العزومه عاوزينها مره تكون بدري بقى مش ماشي خلاص العزومه الجايه هتكون بدري احنا بنشكركم جدا ايه ده العزومه بيتي مش احلى برنامج ولكل ست في عزومه بيتي اتفضلي لو حبيتي كنتوا معانا في عزومه بيتي النهارده بجد بجد كانت حلقه متميزه جدا يا محمد وبنشكركم جدا ضيوفنا الكرام اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله ان شاء الله وتابعونا الحلقه الجايه يوم الاثنين الجاي مع السلامه